بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب الصف السادس الابتدائي، مرحبا بكم مع الدرس الرابع من الوحدة الثالثة والعشرين، وعنوانه تلاوة سورة الأحزاب من الآية رقم 60 إلى الآية رقم 68 تلاوة مجودة. تمهيد: يتدرب الطلاب على نطق الكلمات الآتية نطقا صحيحا: والمرجفون والمرجفون، لنغرينك لنغرينك، أينما ثقفوا أخذوا أينما ثقفوا أخذوا، تقلب تقلب، الرسول الرسول، وكبراءنا وكبراءنا، آتهم ضعفين آتهم ضعفين. السماع: يتلو المعلم سورة الأحزاب من الآية 60 إلى الآية 68 تلاوة مجودة. العرض: يتلو الطلاب من المصحف سورة الأحزاب من الآية 60 إلى الآية 68. نستعد للتلاوة، نذهب إلى الآيات في المصحف. الآية 60: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نرجع إلى الكتاب. نشاط: أبحث في اصطلاحات الضبط الملحقة في نهاية مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله عن الدائرة القائمة المستطيلة خالية الوسط مثل التي في آخر هذه الكلمة الرسول، وأبين على ما تدل. نذهب إلى نهاية مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله. نلاحظ بعد انتهاء سورة الناس هناك تعريف برواية هذه المصحف، رواية هذا المصحف ومصطلحات رسمه وضبطه بعد سورة الناس مباشرة. فإذا ذهبنا إلى الصفحة التالية لها وجدنا عنوان اصطلاحات الضبط. اصطلاحات الضبط، نبحث في اصطلاحات الضبط، نجد فيها أن وضع دائرة
قائمة مستطيلة خالية الوسط كالتي فوق كلمة الرسول، وضع دائرة قائمة مستطيلة خالية الوسط مثل التي فوق كلمة الرسول، على ما تدل هذه الدائرة القائمة المستطيلة الخالية من الوسط، تدل على زيادة هذا الألف وصلا لا وقفة، تدل على زيادة الألف وصلا لا وقفة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا ننطق الألف في حالة الوقف وتسقط إذا وصلنا الكلمة بما بعدها. إذن أكتب بعد وأبين على ما تدل، أكتب وضع دائرة قائمة مستطيلة خالية الوسط هكذا فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها وصلا لا وقفة. ومعنى وصلا لا وقفة أي أنها في حالة الوقف تثبت وفي حالة الوصل تسقط. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.